لا انت بص لهم هنا، قول للكاميرا انت عامل ايه يا زكائي؟ قول اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ عاملين ايه يا اصدقائي؟ اهلا بيكم. اهلا بيكم اصدقائي، احنا كويسين. احنا النهارده هنعمل حفله كتيره، ممكن كلهم يسمعوا الكلام. ممكن لا. يلا عرجوز عرجوز، يلا عرجوز عرفنا. طيب الاراجوز ده اسمه ايه الاول؟ اسمه عرجوز. عندك كام سنه يا اراجوز؟ ستة. انت اسمك ايه؟ ستة؟ اه يا عم قصير كده ليه؟ عمو بهلوين. وانت اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ اسمك ايه يا عمو بهلوان؟ اسمي عبوز. قول لا اسمك. لا فلافيلو؟ اسمي فلافيلو والعبوز. عندك كام سنة؟ ستة. طب انت ليه ما عندكش رجول؟ اسر مساكني دي الرجول، يعني دراع اسر ورجلك. اسر مسكك؟ اه اسر مسكني وبيحرك بقي. امال انت عندك رجل واحده؟ قول لي بقى انت بتطير كمان؟ اه بطير اهو. واه بتطير، امال ايه؟ طب انت تقدر تنط بالبلكونه؟ انت في المدرسه ولا فين دلوقتي؟ انا بعمل حفله وبروح مدرسه. بتعمل الحفله وبتروح المدرسه؟ بتعمل الحفله في المدرسه؟ في الحضانه. بتعمل الحفله في الحضانه؟ اه مدرسه. قول لي بقى الحضانه، انت بتحب تعرض ايه بقى في الحفله بتاعتك؟ بعد المحشي. محشي؟ احنا النهارده هنجيب كيكه عشان النهارده عيد ميلاد، وهنعمل حفله بعد العيد. عيد ميلاد مين؟ اسمه ايه الولد؟ طبعا واحد قاعد في النص ولابس اخضر وقال والتيشيرت عليه ديناصورات، اسمه ادم حازم. حيو ادم حازم، علشان خاطر هيتعمل له الحفله النهارده من مين؟ من فلافيلو. كيكه عليها كل الشخصيات. يعني هيعمل لي الحفله، هيعمل لي الحفله كيكه. ياسر هيخلي فلافيلو يعمل لك الحفله ويجيب لك كيكه، صح يا ياسر؟ اه في اهو الراجل بيعمل كيكه جوه في المطبخ. فين ده الراجل ده؟ طب سؤال، انا عايز استاذ. نعم. هو ليه دي صغيره شويه ودي طويله شويه؟ بابا دي طويله شويه ودي طويله شويه. هو حر فلافيلو يعمل اللي هو عايزه. صح يا ياسر. يلا نبدا الحفله. كلم اصحابك بقى وقول لهم ان انت هتبدا الحفله. انا هنبدا الحفله اصدقائي. هنبدا اتكلم هنا الاول يا اصدقائي. موافقين يا فلافيلو؟ مستعدين خلاص تجي. ريدي جو. انت ارقص، كل واحد يعبر النور. يلا ارقص، يلا هنبدا الحفله. 3 2 1 ابدا. ارقص انت بجسمي. خليهم يطلعوا اللي هم عايزينه. خليهم يطلعوا وبصوتك شوية. ده شمعة الطعمية. انتوا عاملين له طعمية كل العرجوز. ايوه احنا معاك. وبعدين الساحل. طب ماشي، ورينا بقى العرجوز. اقفل النور. نقفل النور اهو. اقفل الشباك. اشوف ايه؟ استنى بس. اختار من فينا؟ يخوفنا بقى. قولوا يا ماما ولا حاجه. يا ماما وطي صوتك شويه. هنختار في النص. يبدأ
تصدق؟ أبا إيه؟ أغنية؟ أنا عارفة أوكي. إيه غلط؟ مش الغزالة. أوكي. عارف. مش عارف. يلا هيقول إيه؟ شيماء لا لا شيماء. طب إيه اللي جاب الزهر هذا الصفر؟ يلا العجوز. الساحر يلا خليه لونه بينك قصدي ابيض ماشي قصدي ابيض كده اخليه ابيض خد اترك اترك بو بقى ابيض بصوا من تحت ابرك تبرا بو تعالى تعالى اقول لك على فكره مش ده بقى واحد يا اصدقائي اخليه اتنين خليه اتنين ابرك تبرا بو واو سقفت سقفت يلا نفتح النور عملتها ازاي يا ساحر الموضوع الجميل ده احنا منبهرين جدا بيك وناقص حاجه تورته اكبر تاني نعمل له تورته سندوتش هابي بيرثدي وشبع فيه هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو ادم انا طوف والله ما كنتش هلا بيه هو بالفصل ايه انا بنريد الليله انا علي عماد ايه هو بالفصل ايه وانت هتحكي بس يلا سلام يلا بقى سلم على اصحابك قول لهم انا هعمل لكم فيديو جديد كرتونيات سلمى هنعمل فيديو جديد بكره هنا في الكاميرا هنعمل فيديو جديد يا اصدقائي بكره جديد كرتونيات كرتونيات وهنطلع لكم سلمى وهنروح السينما وهنوريهم فلافيلو اداكم شار وانتم السينما ازيكم يلا باي باي قول لهم باي باي سلام اصدقائي سلام سلام ممكن كلكم تطلعوا سلام عشان نقفل المحل سلام